أكد وزير البترول طارق الملا على أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد أن كانت تستورده، مشيرا إلى أنها تقوم حاليا بتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي، وبذلك أصبحت مصر مركزا إقليميا للتجارة وتداول الطاقة. مصر بالفعل مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز. يعني احنا الحقيقة بدأنا من 2020 نستقبل غاز من إسرائيل، رغم ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي من 2018، وده معناه ان احنا بناخد هذا الغاز لعمليات التداول والتجارة والتصدير، والهدف من ذلك هو التأكيد على مكانة مصر في ساحة هذا النشاط الصناعي، وهو الغاز الطبيعي بكافة أشكاله، سواء غاز يتم نقله من دول المصدر زي إسرائيل ومستقبلا قبرص، ويتم ضخه في خطوط الأنابيب، ويتم إضافة إليه كميات بيتم إنتاجها في مصر أيضا، ويتم ضخ كل ده عبر محطات الإسالة الموجودة عندنا التي تعمل بكامل طاقتها للتصدير، وبالتالي يتم هذا التصدير من خلال شحنات مسالة تصل إلى موانئ أوروبا.